انطلاق عملية التسجيل خلال الفترة الممتدة من 5 شتنبر إلى غاية يوم 9 شتنبر. عملية التسجيل والحمد لله انطلقت وتتم بسلاسة، وقد يسرت الرقمنة هذه التسجيلات حيث يتم استقبال الطلبة في ظروف جيدة وفي ظروف حسنة، وبفضل الرقمنة يمكن سجلنا مثلا اليوم الاول 2300 طالب اللي كلهم حصلوا على بطاقه الطالب بالاضافه الى شهاده التسجيل بالمؤسسه. قبل تسجيل الطلبه نقدم لهم شروحات عن المسالك المفتوحه برسم الموسم الجامعي 2022-2023. فالمسالك المفتوحه هي القانون باللغه العربية، القانون باللغة الفرنسية، وكذلك علوم الاقتصاد والتدبير. عدد الطلبة اللي تسجلوا مسبقا في البوابة الإلكترونية للمؤسسة تقريبا 9000 طالب، ونحن سنستقبل قرابة 8000 طالب جديد للمؤسسة، أي أكبر عدد طلبة داخل جامعة مولاي إسماعيل تستقبلهم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وهنا تبين مدى الإقبال الكبير اللي كتعرفوا المؤسسة، ولكن الإقبال نظرا للمجهودات الجبارة التي تقوم بها لا تقوم الإدارية ولا البيداغوجية لإنجاح الموسم الجامعي. فنقول لطلبتنا الجدد مرحبا بكم بمؤسستكم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. كذلك فرصة لتقديم بعض الشروحات النظام الداخلي للمؤسسة، وهناك بعض الأساتذة وبعض الطلبة اللي تقدموا شروحات وكيجاوبوا على جميع التساؤلات ديال الطلبة الجدد، فكاين واحد المواكبة للطالب الجديد خلال عملية التسجيل. هذا بالنسبة للاستقطاب المفتوح. أما بالنسبة للاستقطاب المحدود أي مسالك الماستر والإجازة المهنية، فهنا في الاسابيع المقبله غادي تكون ان شاء الله المباريات كتابيه، حيث اللي نبغي ناكد لجميع الطلبه على ان الانتقاء الاولي للامتحان الكتابي غيكون بدرجه الاستحقاق اي اكبر معدل، وهنا سنوافي الطلبه في الايام المقبله على اللوائح ديال الطلبه المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي في مختلف مسالك الماستر، لا بالنسبه للقانون ولا كذلك بالنسبه للاقتصاد والتدبير، بالاضافه للاجازه المهنيه.
السلام عليكم، معكم فاطمة زهر القاهري، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه بجامعة مولاي إسماعيل، كلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمكناس. الحمد لله العطلة الصيفية دازت مزيان بحال كاع الناس، سفر، حاولنا ما أمكن نوجدوا راسنا ونرتاحوا الفصل الدراسي الجديد، باش هكا حتى الناس اللي غادي يدخلوا جداد نوجدوهم ونحاولوا ندمجوهم معنا في الجامعة. كيف ما كتشوفوا معنا استقبال كان جيد، لا من ناحيه الاطر الاداريه ولا من الاطر التعليميه ديال الجامعه. حاولنا ما امكن نستقبلوا التلاميذ ديالنا الجداد، ندمجوهم معنا في الجامعه في الكليه، حاولنا ما امكن نوجههم لا نفسيا ولا معنويا كما كنقولوا، باش يدخلوا ان شاء الله واجدين وعارفين بالضبط شنو باغيين. السلام عليكم ورحمة الله، مع نور الدين حموش. خديت الباك ديالي بميزة مونسيون، دوز الصيف مزيان الحمد لله، ودابا جيت باش نسجل في الكلية ديال الحقوق اللي كاينة في تولال، الشعبة ديال سيونس ايكونومي. كلشي كان منظم، كلشي الاجراءات متاخده، استقبال مزيان، كلشي مزيان، كلشي داز مزيان الحمد لله، بدايه جيده. السلام عليكم، انا سميتي هبه ازرولان، جيت من مدينه ميدلت المكناس، خديت البكالوريا ديالي سنه 2022 شعبه اداب وعلوم انسانيه، واختاريت دروا فرنسيه، وبما ان جامعه مولاي اسماعيل جامعه زوينه في الاستقبال، زوينه حتى من ناحيه الدراسه ديالها، مزيانه حتى في الدخول والخروج ديالها، يعني بواحد الطريقه عصريه، لقيت المساعده، واخا يعني كانت هذا النهار هذا كان يعني تسجيل ديال علوم اقتصاد، ولكن تلقيت المساعده لانني جيت من مدينه وما يمكنش ليا انني نرجع، فتلقيت المساعده وتلقيت الاستقبال مزيان والكامل، وكنت من يعني لهاد الجامعه المزيد من التفوق ان شاء الله. وكان دام ان الطلبه اللي خداو حتى هما الباك ديالهم في شعبه الاقتصاد ولا شعبه الاداب يجيو لهاد الجامعه هذه مزيانه، فيها يعني الاستقبال مزيان وهي مزيانه، علاش لا. وكنشكر هاد الناس هادو اللي استقبلوني مزيان، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الصمد الشبهي، ممثل الطلبة بمجلس المؤسسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. تنطلق في هذه الأيام عملية تسجيل الطلبة الجدد الوافدين الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2022 والوافدين على هذه الكلية والذين اختاروا التسجيل بشعبة الاقتصاد والتدبير أو العلوم القانوني العلوم القانونية، حيث خصصت لهذه العملية تم تقسيمها إلى مرحلتين. المرحلة الأولى أيام 5-6 خصصت لطلبة شعبة الاقتصاد والتدبير، أما المرحلة الثانية من الممتدة أيام 7-8-9 والتي خصصت لطلبة شعبة العلوم القانونية، حيث أن إدارة الكلية سخرت لهذه العملية أطقما إداية وتقنية من أجل تسهيل عملية تسجيل لدى الطلبة الجدد، ومن أجل أن تمر في ظروف جيدة، حيث أن كما تلاحظون أن العملية تمر بسرعة، ما يكونش ذاك الاكتظاظ ولا شيء، الحمد لله الأمور جد عادية والحمد لله، وهذا يرجع الفضل للسيد عميد الكلية اللي كنشكره على المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها وفق الأطقم الإدارية اللي كتشتغلوا بالجانب ديالو من نواب العميد، من كتابة عامة، من موظفين، من أطو إدارية هذه الكلية اللي الحمد لله أطو كتسخى بهم هذه الكلية، والحمد لله وشكرا جزيلا لكم. الاسم ديالي فاطمة الزهراء موكرت، من مدينة خنيفرة، كنت دايرة باكليفر 2022، خديت هذا البكالوريا هذا العام باكليفر باك حر، اختاريت البرونش ايكونوميك، الأجواء زوينة، كلية العلوم مولاي إسماعيل، الأجواء على ما يرام، التنظيم رائع، الترحيب مهم، الحمد لله على كل حال، الاستقبال كان زوين، الاستقبال كان زوين، الأساتذة كذلك، والحمد لله كنتمناو نعم وجهونا وعاونونا، والحمد لله نتمناو الخير إن شاء الله.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.